كل برشلوني كان ينتظر مباراة برشلونة وغرناطة، بالرغم من أنه أقيمت بوقت متأخر من الليل، مو على مود أنه هي مباراة نهائية بدوري الأبطال، ولا مباراة حسم لقب بالدوري الإسباني، ولا مباراة نهائي كأس إسبانيا، ولا نهائي كأس سوبر اللي برشلونة طلع من عنده، لا. لكن كل برشلوني كان ينتظر يشوف برشلونة من دون فالفيردي. قبل ما تبدي المباراة أعلنت التشكيلة بشكل رسمي، والجميع شاف التشكيلة بشكل 4-3-3، لكن بالواقع من بدت المباراة التشكيلة كانت عبارة عن 3-1-4-2. هذه التشكيلة اللي لأول مرة برشلونة يلعبها مع مدرب جديد، يعني بالملخص أنه تشكيلة جديدة. المباراة بدت، التشكيلة كانت نوعا ما اشترك بيها المدرب الجديد بأفضل اللاعبين اللي موجودين عنده، أفضل اللاعبين المتاحين. ما نزل لونغلي لأنه لونغلي كان معرض للغياب بالمباراة الجاية اللي تعتبر مباراة مهمة ضد فالنسيا. بالتأكيد الاعتراضات بدت من شافوا سيرجيو روبرتو نازل، لكن اليوم سيرجيو روبرتو مهامة اختلفت والتزم بالمهام الدفاعية. كذلك علامات الاستفهام راحت على راكيتيتش، هل راكيتيتش راح يستمر؟ هل عنده منصب أساسي؟ هل مكانه محفوظ ببرشلونة؟ الأمر محير، لكن هذه الأسماء اللي اشترك بها كانت هي الأسماء المتاحة له، فكان مجبر عليها بالتأكيد. الشوط الأول من المباراة كان أداء الفريق جيد ومميز، أكثر مشجعين برشلونة حنوا الأيام الماضية، أيام الاستحواذ على الكرة واللعب الجميل، وهذا اللي شفناه بالشوط الأول. ضغط على اللاعبين، ضغط على حامل الكرة، اللي نقصنا شيء واحد هو تسجيل الهدف، وهذا الشيء اللي كان برشلونة يقدر أن يسوي لولا أنسو فاتي اللي خلينا نعتبره قليل الخبرة. المباراة بالشوط الأول كانت تفتقد اللمسة الأخيرة اللي كان يسويها سواريز، أو خلينا نقول أنه برشلونة افتقد سواريز بالشوط الأول، اللاعب اللي ينهي الهجمات مع ليونيل ميسي، في ظل لعب نادي غرناطة بتشكيلة دفاعية من 9 مدافعين والضغط على ليونيل ميسي، كان لازم أكو لاعب آخر ينهي الهجمات، وهذا الشيء كان يسوي لويس سواريز. أنسو فاتي قدم أداء جيد ورائع، لكن يبدو أنه كثرة جلوسه على الاحتياط خلت الحاسة التهديفية عنده أثقل، لكن بالمجمل هو قدم أداء جيد ورائع. أجمل شيء صار بالشوط الأول الضغط على الخصم، حتى من يقطع الكرة بسهولة الوسط يستخلص الكرة ويرجعها اللاعبين برشلونة، بحيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 83%. انتهى الشوط الأول، جماهير برشلونة يتابعون المباراة راضين على الأداء، لكن ينقصهم شيء واحد هو الهدف، لأنه الغريم التقليدي لهم متصدر، وبرشلونة بهذه المباراة لازم يفوز بهدف على مود يرجع إلى صدارة الترتيب مناصفة مع ريال مدريد. أما من ناحية غرناطة ما قدم أي شيء بالشوط الأول سوى تسديدة واحدة كانت نوعا ما مو بذيك الخطورة. انتهى الشوط الأول ودخلنا بالشوط الثاني، نفس الأداء برشلونة رجع، لكن الأداء وحده مو كافي، وبأحد الدقائق كاد غرناطة أن يغير خريطة المباراة كلها لولا العارضة اللي نقضت مرمى برشلونة. هذه الهجمة رادت تسوي تغيير جدا كبير بالمباراة، لكن الحظ كان حليف برشلونة بهذه الهجمة. من بعد هذه الهجمة استمر برشلونة بالضغط على المنافس إلى أن وصلنا الدقيقة 70 واللي كانت دقيقة محورية، ولكثرة خشونة لاعبين غرناطة من بداية الشوط الأول إلى الدقيقة 70 انطرد من عندهم لاعب، وهنا كان لازم يتدخل المدرب. برشلونة استمر بالضغط، أداء برشلونة بشكل عام مميز جدا، لكن كانت نقصة السرعة في نقل الكرات في ظل وجود فيدال وراكيتيتش اللي نوعا ما خلينا نقول عليهم ما يمتلكون الدي ان اي الخاص ببرشلونة. الشيء الايجابي بالمدرب انه عند الدقيقة 70 سوى تغيير، وهذا الشيء بالتأكيد ما كنا نشوفه ويا فالفيردي، لانه فالفيردي دائما يعتمد على لاعبين الخبرة وما عنده ثقة بالشباب. بينما المدرب الحالي بهذه الدقيقة نزل ريكي بيونغ، اللاعب اللي يعتبر جديد واللي سحبه من برشلونة بي وانطاه فرصة بمباراة تعتبر قوية، وهذا اللاعب ما خيب ظن المدرب، كان سبب رئيسي بتسجيل هدف برشلونة عن طريق تدخله بقطع الكرة، وبالتالي صناعة هدف من أجمل الأهداف التكتيكية اللي اشترك بها أكثر من 4 لاعبين، وكانت أجمل ما في الهدف
هي الصناعة. صناعة فيدال كانت مميزة ورائعة. هذا اللاعب أول ما أجى لبرشلونة كنت أشوفه أنه لاعب ثقيل ولاعب مو متأقلم شوية ويا أسلوب برشلونة، لكن يوم بعد يوم يقدم أداء رائع، ومن خلال لمسة واحدة من عنده استطاع برشلونة أن يسجل اللي مطلوب من عنده بأقدام ليونيل ميسي. كان هدف رائع ومميز وأعلن الأفراح عند مشجعين برشلونة. بعد هذا الهدف المدرب أشرك لاعب جديد أيضا شاب، فضل اللاعب الشاب على لاعب الخبرة أو اللاعب العائد من الإصابة آرثر، لأنه من نزل المدرب أول لاعبين كانوا لاعبين جداد، اختار اللاعب الثالث آرثر اللي هو عائد من إصابة واللي يعتبر لاعب مميز، كان بإمكانه على الأقل يلعب أكثر من 10 دقائق، ممكن أنه كان يقدر يلعب 20 دقيقة، لكن المدرب فضل لاعب شاب عليه بالبداية، وبآخر 10 دقائق نزل آرثر. آرثر اللاعب اللي من 1 ديسمبر إلى الآن ما لعب أي مباراة ولا ماسك أي كرة. ولهذا كل مشجع برشلوني فرحان بالفوز بشكل أكيد، كذلك فرحان برجعة اللاعب آرثر. انتهت المباراة، برشلونة يعود للصدارة، بقى كلام صغير عن المدرب. مع هذا المدرب الأداء كان جيد، صحيح ما نقدر أنه نحكم عليه من خلال مباراة واحدة، لكن بمقارنته مع فالفيردي بالتأكيد وقت تبديل فالفيردي أنا أشوفه إيجابي بالنسبة لنادي برشلونة، لأنه باختصار فالفيردي ما كانت عنده لمسة، ما كانت عنده إضافة للنادي. أما التشكيلة الجديدة اللي نزل بها هل راح تستمر؟ لا بالتأكيد، كل مباراة ومعطياتها، يعني هذه المباراة كانت تستحق أنه المدرب يجازف يلعب بتشكيلة جديدة على برشلونة، لأنه الفريق الخصم كان يلعب بشكل دفاعي ب9 لاعبين مدافعين. برشلونة من ناحية أخرى سيطر على المباراة، كانت السيطرة 83% إلى، بالإضافة إلى مرر 1005 تمريرة مقابل 290 تمريرة الغرناطة. الفرق كبير، الفرق يوضح لك أنه نادي برشلونة سيطر على المباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة. النتيجة بالتأكيد ما كانت كبيرة، لكن الإيجابي والشيء المميز عودة الأداء الجيد والمميز والممتع بالنسبة لنادي برشلونة. أفضل لاعب بالمباراة حسب ما شفت المواقع اختاروا فيدال، وبصراحة يستاهل أفضل لاعب بالمباراة، لأنه اللمسة مالته كانت لمسة مصيرية، لمسة خلت ليونيل ميسي يسجل هدف مميز ورائع. بالمستقبل برشلونة بالتأكيد راح يتقدم أداء، راح يقدم أداء أفضل، لكن المدرب أمامه تحدي كبير وهو شلون يعوض لويس سواريز. أسوأ لاعب بالمباراة من وجهة نظري راكيتيتش، ومن وجهة نظري جريزمان إلى الآن يبحث عن نفسه، دفاعيا مميز لكن هجوميا يحتاج لوقت أكثر، يحتاج لتسجيل أهداف. أشوفكم خير يا رب، لا تنسون لايك وسبسكرايب والشير، شلون تسوون شير ما أعرف. باي باي.